اليسار الفلسطيني والشيوعي بشكل خاص له بصمة مميزة في الثقافة الفلسطينية بشكل عام في كل ميادين هذه الثقافة، وبالتالي هم بذلك يعني يعيدون الاعتبار بشكل أكبر لهذه الثقافة التي يعني على هديها نشأ العديد من كبار شعراء فلسطين والعالم، أبو سلمى ومحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد ومعين بسيسو وعدد كبير من الكتاب أيضا، إميل حبيبي وإميل توما وغسان كنفاني وغيرهم، هم يعيدون الاعتبار في رأيي للثقافة التقدمية التي هي تعتمد على التفكير العلمي وعلى الجدل وعلى روح التمرد أيضا وعلى التكليد وعلى الجمود، وبالتالي هم يضعوا أيديهم على عناصر التطور المستقبلي بالتواصل مع الثورة العلمية وثورة الوسائل الإعلام والاتصالات التي نشهدها في العصر الحديث. احنا في شبيبة حزب الشعب الفلسطيني قمنا بتشكيل هذا النشاط بجهودنا الذاتية. طبعا النشاط بيحوي على مجموعة من الكتب، اسم المعرض معرض الكتاب التقدمي. احنا اخترنا الكتاب رغبة منا في انه نرجع الشباب للثقافة والكتب مرة اخرى. طبعا احنا لازم ننوه انه هذا اول نشاط من نوعه بعد ما قررت اللجنة المركزية انها تفصل الشبيبة عن الحزب وتعملها هيئة لحالها. طبعا احنا من موقعنا هون بندعي كل الفصائل الوطنية للوحدة بعد ما كان شعار وحدتنا في انطلاقتنا في 10 شباط انهاء الانقسام، وبندعو حركة حماس انها تحتكم لصندوق الانتخابات مرة اخرى. وشكرا كتير لكم. احنا كشبيبة حاولنا يعني عملنا المعرض هذا، كان بالاساس اكثر من معرض، بس حاولنا لمعرض الكتاب التقدمي وحاولنا نشمل فيه أكثر من جانب، الجانب التراثي، الجانب الفكري عن طريق الكتب، عن الوحدة، عن الوطن، يعني حاولنا نشمل أكثر من قضية عن طريق معرضنا ونشاطنا. وطبعا النشاط كان بجهود ذاتية، بجهود الشبيبة، لقينا بعض الدعم من الرفاق لكنه جهود شبيبة. احنا يعني ساهمنا مساهمة بجزء فنية أكثر ودعم معنوي ومادي في هذا المعرض. هذا هو إنتاج الشبيبة مثل ما أنت شفت، ولكن احنا كاتحاد، أول إشي أحكيش عن اتحاد لجان المرأة العاملة، تأسس في 80، كان هدفه طبعا خلينا أقول ضم المرأة الفلسطينية ضمن اللجان في انطلاقة ومد ثوري قوي، على أساس أنه إطار جماهير العمل السياسي حزبي. كان الهدف منه حتى نحمي رفقاتنا ونساءنا المناضلات من يكونوا لقمة سهلة بإيد الاحتلال الإسرائيلي، فكإطار جماهيره كان هدف أكثر يشتغل على المواضيع السياسية على المواضيع النضالية. في حينه استمر هذا الاتحاد، بدي أقول يشتغل على إشي طبعا اقتصادي مجتمعي ولكن بشكل قليل. هسه بعد مجيء السلطة يمكن حسوا النساء والانتخابات الأولى إنهم هم يمكن ركزوا على جانب دون الجوانب الأخرى، فعمليا صار عندهم نوع من الإحباط شوية. حسيت إنه نشاط هذا الاتحاد ضمر في يعني وخف. احنا فكرنا حاليا في إعادة تأسيسه من 2 الحقيقة، واخذنا على عاتقنا ان نشتغل على جميع القضايا السياسية مجتمعية اقتصادية مع نسائنا حتى يكون نقل فرصة احسن للنساء في مراكز صنع القرار في المستقبل، وحتى ما يكون مبرر للآخرين. بدي اقول لك انه النساء انتم دائما تاركين جانب ومهتمين بجانب اخر. هذا الكتاب كان بعنوان الكتاب التقدمي على شرف انطلاقة حزب الشعب الفلسطيني، وما أجمل أن يربط الحزب ماضيه بتاريخ، بحاضره، بمستقبله، بجيل الشباب حامل الهوية والتاريخ الوطني الفلسطيني. عبد الكريم عودي، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم اليوم.